يومين كنت أتأمل في سورة يوسف. الصلاة والسلام. أول مرة ورد اسم يوسف أين في سورة يوسف؟ إذ قال أيوة يوسف لأبي، صح؟ أيوة أيوة واسم يوسف كم مرة تكرر في سورة يوسف؟ حوالي 7 مرات، 25 مرة. 25 مرة. ما 25 شاء مرة، الله ما شاء الله، 25 مرة بالضبط. جميل. الآن أنا وضعت هذه الآية وكنت قبيل الصبح أتأمل، فقلت في نفسي، قلت يوسف يقول 11 كوكبا. طيب 11 كوكبا، هل يمكن أن يكون عدد حروفها 11؟ أنا أتساءل هكذا يعني بيني وبين نفسي، بعد هذه العبارة 11 3 10 3 6 ستة. كوكبا 11. إذا يا عبارة الله 11 كوكبا ركبها الله من 11 حرف. الله أكبر، حلو. طيب أنا قلت لا، هذه مصادفة غير معقول، يعني أنه تتوقع شيء ووقته. سبحان الله، الله أكبر. أوكي طيب العبارة الأولى التي قبلها التي ذكر فيها اسم يوسف، هل يمكن أن تكون عدد حروفها 25 حرفا؟ أنا أتساءل هكذا والله، يعني لا 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 أتصنع، يعني أنا أتساءل أنه عبارة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت، هذه العبارة هل يمكن أن يكون عدد حروفها 25 حرفا بعدد مرات ذكر اسم يوسف في سورة يوسف، أكيد. وهي أول مرة يذكر فيها يوسف؟ إذ 2 قال 3 5 خمس. يوسف 4 9 تمام، لي أبيه 14، يا أبتي، طبعا الياء ليس عليها ألف، لو كتبت بالألف لاختل هذا النظام على فكرة. يا الله. القرآن مكتوب يا أبتي 3 أحرف فقط، ما فيش ألف. نعم. يا أبتي إني الصوت. 3 21، إني واضح صوت الصوت عندي، أنا واضح الصوت الصوت، دكتور، الصوت راح. أستاذ منال صوتك واضح، واضح 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 واضح، كده عندي موجود. أنا واضح. إذن آه. إني 21 حرفا. الآن رأيت، رأيت 25 حرف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 25 حرف. 11 كوكبا 11 حرف. طيب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قلت هل يعقل أن تكون هذه أيضا 25 حرف؟ عددتها وإذا هي 25 حرف. الله أكبر. يعني أنا عندي 11 كوكبا هنا، 11 حرف، وقبلها 25 وبعدها 25. عجيب. قلت طيب نحن نعلم أن الشمس والقمر هي دليل على الأشهر، عدد الأشهر، يعني سأعد إيه. حروف الشمس والقمر، عدد تعد معي، و الشمس 6 والقمر 12 بعدد أشهر السنة. إذا لا إله عبارة إلا الله. الشمس والقمر 12 حرفا بعدد شهور السنة. طيب رأيتهم لي ساجدين، قلت يجب أن يكون فيها شيء، فعندما عددت حروف رأيتهم، رأيتهم 6، لي 2 8 صح؟ ساجدين، كلمة ساجدين كتبت من دون ألف، لاحظها، سا ما فيش ألف، جي دين 13 حرف. طيب قلت لماذا 13؟ ثم رجعت للآية، الذين سجدوا ليوسف كم عددهم؟ 11 مع والشمس الأب والأم 13، 13. يا الله، 13 رأيتهم لي ساجدين 13 حرف. يعني هذا الأمر، هذه المعجزة، أنا أقول لك خلال 3 دقائق اكتشفتها من القرآن سبحان بـ الله. بـ بإلهام من الله. فقلت والله والله، يعني هذا الكتاب العظيم فيه من العجائب وفيه من الخير وفيه من نعم الإثباتات العلمية ما يعجز الدماغ البشري عن استيعابه حتى.